صباح الخير عليكم. بنقدم النهارده عملة، يعني قابلتها بالصدفة النهارده، هي عملة مضحكة، ليها تاريخ مضحك يعني. اسمها اللاضة. بنقول كده ده معهوش اللاضة، يعني معهوش حاجة خالص. فقعدت أشوف إيه عملة اللاضة دي، لقيت هي عملة كان الدولة في عهد الدولة الإسلامية كانت بتوزعها على الفقراء، وهي لا تعني نقود، لكن تعني ممكن نخش بيها الفقير اي محل يشتري اي سلعه، وصاحب المحل بياخد ده، بعدين يروح بيت المال يدوله بدل العمله دي نقود، بعدين الدوله تاخد العمله اللاضه دي وتوزعها على الفقراء. فهي بتتقال على سبيل المزاح ده معهوش اللاضه، طلع ان هي ليها تاريخ وهي فعلا بديل العمله. هي مش عمله، هي عمله وكانت بتوزع على الفقراء وموجوده وليها صور، نزلت الصور بتاعتها، وحاجه برضو كمعلومه قلت ان انا اقول لكم عليها. وصباح الفل عليكم.